بصوا كده، انا معايا اللبن زي ما قلت لكم، اللبن ما بحبش اجيبه واغليه من بالليل غير الصبح، فباجي الصبح اغليه، بعمل الاختبار بتاع اللبن بالمعلقة، بلاقيه مثلا لو كويس بغليه، لو مش كويس بستخدمه في حاجة تانية. فانا دلوقتي هعمل معاكم الاختبار بتاع اللبن. اللي هو كده هاخد بس معلقة واحدة من اللبن اهي، واحطها هنا على عين البوتاجاز، شايفين؟ شايفين؟ بصوا يا رب يكون واضح، مش عارفة هو واضح ولا لا. بس خلاص، بصوا اللبن مقطع مقطع. كده بقى انا دلوقتي معايا ميه بتغلي، اهي ميه بتغلي، ومعايا اللبن، معايا بوله بلاستيك. بصوا انا هعمل ايه، هجيب الميه اللي بتغلي دي وهفضيها هنا في البوله، وهفضل اعمل كده بقى هكب البولة، وبعدين هجيب اهيت البولة اهيت، هجيب بقى اللبن افضيه. خلاص كده اللبن ده بتاعنا هيبقى ايه، هيبقى رايب كده. انا استفدت من اللبن، ما يعني لو غليته وقطع مني برضو هستفيد منه، بس كده الاستفادة منه هتكون اكتر. احنا بنحب اللبن الرايب، بنحبه كده في الاكل، بنحب مثلا ناكل نحط عليه سكر وناكله، بنحب نحطه على عصاير، بنحب اللبن الرايب يعني نحطه على معجنات، نعمل بيه اي حاجة، نعمل بيه كيكة. فكده مش هخسر كيلو اللبن. كده خلاص كيلو اللبن بتاعي لما يجمد ان شاء الله. انا دلوقتي هسيبه بره التلاجة لحد بالليل، وبالليل هحطه في التلاجة. بصوا كده ده اللبن الرايب بتاعنا اهوت كده، ده بعد يومين. بصوا يا رب يكون واضح. عايزين بقى تشيلوا الوش ده ويبقى كده القشطة اهو، الطبقة دي اهيت القشطة ماشي. مش عايزه تشيلي بقى القشطه، انتي حره، ده لبن رايب. شايفه الجمال؟ يا رب بس يكون واضح، ده اللبن الرايب. انا هشيل منه القشطه كده. بصي كل دي قشطة،
ده اللبن. بصي بقى ده اللبن الرايب عايزاه اهو. ده لبن دول. الباقي ده بقى عايزه تعمليه جبنه، عايزه تعمليه تكملي برضو تسيبيه لبن رايب، انتي حر. ده معانا كده خلاص خلص الفيديو بتاعنا، ده القشطه ودي اللبن الرايب. بصي كده وريكي حاجه، احلى لبن رايب يعني، حاجه طعم لذيذ جدا. واو بجد واو، جميل جدا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.